الفيديو هذا ان شاء الله باش ناخذ لكم سلسله من التمارينات على الانحلال في الماء، تركيز محلول مائي بتبع على تلاميذ ثلاثه من الاساسي في ماده الفيزياء. نبدا بالتمرين رقم 1. توجد المحاليل في اي من حالات الماده الثلاث، غازيه سائله او صلبه، وانواع المحاليل متعدده، اذكرها واعطي مثالا على كل محلول. باش نذكر لكم انواع المحاليل. اذا عندنا اول حاجه محاليل غازات في غازات، إذا عندنا الحالة الغازية. مثال لنا عندي هواء الجو، مثال الهواء، الهواء في محاليل غازية، إذا غازات في غازات. نوع ثاني محاليل غازات في سوائل، إذا عندنا زادة الحالة الفيزيائية، إذا السائلة مثال ثاني أكسيد الكربون مذاب في الماء. ثاني أكسيد الكربون مذاب في الماء، هاوكا عندي غاز في سائل. نوع ثالث محاليل غازات في أجسام صلبة، إذن مثال الهيدروجين في البلاتين. هاكا عندي غاز في صلب. النوع الرابع محاليل سوائل في سوائل، مثال الكحول في الماء. هاكا سائل في سائل. الحالة الخامسة أو النوع الخامس عفوا، محاليل مواد صلبة في مواد صلبة، مثل السبائك لنا. مثال النحاس في الذهب، هاكا صلب في صلب. وعندي النوع السادس محاليل مواد صلبة في سوائل، مثال ملح الطعام في الماء. فهمنا؟ بعد التمرين الموالي املأ الفراغات بالكلمة المناسبة من الكلمات التالية: المحل، متجانس، الانحلال، الأكبر، الكحول، محلولا كحوليا، المزيج، الأقل. سكب قليل من الكحول في 3/4 كأس من الماء ثم أخلطوا فأحصلوا على مزيج متجانس. ثم أخلطوا شنو لنا؟ أخلطوا المزيج فأحصلوا على مزيج متجانس ويسمى هنا أحصل على مزيج متجانس ويسمى محلولا كحوليا، قدر قليل من الكحول فما هنا ويسمى محلولا كحوليا. إذا هذه رقم 2. رقم 1 قلنا المزيج، حيث أن السائل هو الكحول وهو حجما. السائل هنا شنو؟ المنحل. إذا هنا رقم عندي المحل المتجانس الانحلال أكبر كحول محلولا كحوليا المزيج الأقل. تبيع نزيدها هنا، حيث أن السائل المنحل رقم 3 هو الكحول وهو، إذا هنا شبيه الكحول هنا الأقل حجما، إذا رقم 4. والسائل هو الماء، إذا حليت الكحول هنا في الماء، إذا الماء شنو يتسمى هنا؟ والسائل المحل، إذا رقم 5 هو الماء ويسمى وهو إذا الأكبر حجما. رقم 6. وهذه العملية التي أدت إلى الحصول على هذا المزيج تسمى الانحلال. رقم 7. فهمنا؟ تعدى التمرين 4. نملأ قدحا بالماء حجمه 50 مللتر، إذا الفايل هنا ديما ندور المعطيات نتاعي يساوي 50 مللتر. نذيب فيه قطعة من السكر ذات كتلة M، إذا M سكر هي 5 غرام. احسب تركيز السكري في الماء. انتبهوا بالدليل، التركيز نرمزوله بسي،
باهي. اذا القاعده نتاعو لهنا تركيز هو سي يساوي ام على في، فهمنا؟ ننتبه بالكدا، الفي عاتيه لي بالمليلتر، يلزمني نبدلها لللتر، اذا مش نقسمها على 1000 يساوي 50 ضارب 10 قوة ناقص 3، إذا مش يجيني هنا 0.05 لتر. الإم بالجرام، الإم نخليه بالجرام، ننتبهوا بالكدا. عندنا نحن في العلوم الفيزيائية اللي بعد إن شاء الله باش نشوفوها في المرحلة الثانوية، عندنا مادة الفيزياء وعندنا مادة الكيمياء. انتوما توا في الكوليج معناتها مخلطين المواد مزوز. مادة الفيزياء نستعمل الام الكتلة نستعملها بالكيلوغرام الوحدة متاعها، ومادة الكيمياء الكتلة في الكيمياء بالجرام، فهمنا؟ الدروس هذه اللي نشوف فيها تو اللي هي المحلول والتركيز والكل تابعة الكيمياء. اذا لهنا الام يكون موجود بالجرام، ردوا بالنا الام يكون موجود بالجرام، اذا نخلوه بالجرام. اذا لهنا هذه الوحدات العالمية المتداولة، إذا لهنا إم على في اللي هي 5.05، إذا لهنا باش تعطيني 100، الوحدة متاع السي هي جرام في اللتر، فهمنا؟ هاكا لهنا الإم بالجرام والفي باللتر، إذا كأني عملت جرام على لتر، هاويني جرام في اللتر، وإلا نجم نكتب هكا إم جرام لتر إلا واحد. نتعدى للسؤال الموالي، احسب كتلة السكر التي يمكن مزجها بكمية من الماء للحصول على محلول مائي سكري حيث حجمه 200 مللتر وتركيزه 25 جرام للتر. هو علاش يسأل فيا؟ لأنه يسأل فيا على الام، احنا قلنا السي هي ام على في هكا، ولا اذا هو يحب يطلع على الام، اذا ام يساوي سي ضرب في. الوحدة متاع السي عطيلي بالجرام لتر والفي مللتر، اذا مش نبدل في، في يساوي 200 مليلتر، إذا يساوي 0.2 لتر قسمت على 1000، إذا لأن مش تعطيني إم يساوي، والساعة تعطيني 25، إذا 25 ضارب 0.2 يساوي 5 جرام، باهي. جا هي السي الوحدة متاعها جرام في اللتر، ضربتها في اللتر، شوف شنو عملت، عملت جرام على لتر ضارب لتر، إذا مش تعطيني الوحدة هي بالجرام، باهي. بعد التمرين الموالي أكمل الجملة التالية، المحل هو المكون الأقل حجما في المحلول، الغالب في المحلول، السائل في المحلول، إذا هو المكون الأقل حجما في المحلول. أجب عن السؤال التالي بوضع العلامة أمام الاقتراح المناسب، هل تتغير كتلة المنحلي في المحلول؟ إذا هنا لا تتغير كتلة المذاب في المحلول، تتغير كتلة المذيب فقط، تتغير كتلة المذيب وكتلة المذاب، إذا لا تتغير كتلة المذاب في المحلول. كيف نستطيع إثبات وجود مواد ذائبة في الماء؟ 8-2، ماذا نعني بالمحلول المخفف والمحلول المركز؟ أعطي 5 أمثلة لمحاليل مائية نستخدمها في حياتنا اليومية. إذن نبدأ نجاوب على التمرين متاعي، ونبدأ بالسؤال رقم 1، كيف نستطيع إثبات وجود مواد ذائبة في الماء؟ لهنا عملية التبخر، لهنا تبخر، إذا الماء في وعاء شنو نلاحظ؟ نلاحظ الأملاح المتبقية بعد التبخر. التبخر عملية بسيطة نجم تقوم بها في المنزل، تاخذوا وعاء تحطوا فيه الماء على الغاز وتخلوه يتبخر لمدة معينة، مدة طويلة شوي، كي يتبخر الماء إذا يشيح تلاحظ وجود الأملاح في الوعاء. إذا هنا يمكن إذا إثبات، هو السؤال كيف نستطيع إثبات وجود مواد ذائبة في الماء؟ يمكن إثبات وجود مواد ذائبة في الماء عن طريق تبخر الماء في وعاء. إذا لهنا شنو باش نلاحظو؟ نلاحظو الأملاح المتبقية بعد التبخر، نجم تقوموا بها في المنزل، عملية بسيطة وسهلة. تعدى للسؤال الموالي، إذا ماذا نعني بالمحلول المخفف والمحلول المركز؟ إذا نسمي المحلول الذي يحتوي على كمية قليلة من المذاب بالمحلول المخفف، أما المحلول الذي يحتوي على كمية كبيرة من المذاب فيعرف بالمحلول المركز، فهمنا؟ إذا
المحلول المخفف هو الذي، إذن هو الذي يحتوي على كمية قليلة من المذاب. أما المحلول المركز الذي يحتوي على كمية قليلة، إذن عفوا هناك كمية كبيرة لهنا من المذاب، عفوا فهمنا؟ لهنا نسموها بالفرنسية كونسنتراسيون ديلوية، هذه المخفف ديلوسيون، نعملوها جينيرالمون بالماء. مثال عندي لهنا، باش نعطيكم ملاحظة، عندي لهنا التركيز سي واحد، إذا يساوي 0.5 غرام في اللتر، فهمنا؟ أضفنا بعض الماء لهنا، شنو باش يصير للسي هذا التركيز؟ هل إنه باش ينقص ولا باش يزيد؟ نحنا نعرفوا إنه سي واحد هو إم واحد على في واحد، إضافة الماء، إذا الفي واحد شنو باش يزيد؟ مش باش يصير لها الفي واحد باش ترتفع، هكا ولا؟ إذا باش تولي في اثنين، بما أنه في اثنين أكبر من في واحد، هكا ولا؟ إذا سي اثنين يساوي إم واحد على في واحد باش ترتفع تولي في اثنين على في اثنين، هكا ولا؟ زدنا نحن إضافة في أولي، في اثنين هي في واحد مع في أولي، باهي؟ إذا لهنا بما أنه في اثنين ارتفعت، هل إنه سي واحد هي إم واحد على في واحد، باش نقارنها بسي اثنين اللي هي إم واحد على في اثنين، عندي في اثنين أكبر من في واحد، إذا سي واحد بالطبيعة باش تكون أكبر، فهمنا؟ خاطر لهنا المقام هذايا عندهم نفس البسط، وهذايا المقام أكبر، إذا هذي باش تكون أكبر، إذا شنو وصل له التركيز لهنا؟ تركيز نقص، إضافة الماء تركيز نقص، وهذاك شنو معناتها المحلول المخفف، كونسنتراسيون ديلوي. هذا السؤال الأخراني، أعطي 5 أمثلة لمحاليل مائية نستخدمها في حياتنا اليومية، مثال الشاي، العصير، عصير الفواكه، مثال العطور، كحول والماء، الحبر السائل، حمض الخل، والأمثلة متعددة. بعد التمرين الموالي، تمت إذابة 1.2 غرام من لهنا، إذا عطيني تمرين ركزوا بالقدارة وعطيني عبارة على مسألة لهنا، باهي؟ إذا لهنا 1.2 غرام من كلوريد الصوديوم في كمية كافية من الماء بحيث أصبح حجم المحلول 160 ملليلتر، أحسب التركيز للمحلول المائي بوحدة الجرام في اللتر لكلوريد الصوديوم، احسب تركيز محلول يتالف من 12 ملل من الكحول في 100 ملل من المحلول، مع العلم ان 3 ملل من الكحول تزن 2 غرامات. نبدا بالسؤال رقم 1، اذا لهنا سي يساوي ام على في، فهمنا؟ اذا لهنا عطيني 1.2 غرام في 160 ملل، اذا 160 ملل نبدلها لللتر هي 0، اذا 160 لتر، خاطر قال لي يحب لهنا الوحدة متاع السي تركيز جرام في اللتر، إذا هذا بالجرام وهذا في اللتر، إذا سي يساوي 1.2 × 0.16، إذا لهنا مش تعطيني 7.5 غرام في اللتر، فهمنا؟ إذا هذا هو سؤال رقم 1. سؤال رقم 2، أحسب تركيز محلول يتألف من 12 ملليلتر من الكحول في 100 ملليلتر من المحلول، مع العلم أن 3 ملليلتر من الكحول تزن 2 غرامات. إذا باش ننطلق بالمعطى هذايا، قلنا 3 إذا من المحلول، مع العلم أن 3 ملليلتر من الكحول تزن 2 غرامات، إذا 3 ملليلتر تزن 2 غرامات، هذا شنو معناتها؟ معناتها 12 ملليلتر شنو عملت لهنا؟ تزن تساوي ولا تزن؟ إذا لهنا 3 ل 12 ضربتها في الأربعة، إذا 2 باش نضربها في الأربعة تزن 8 غرامات، فهمنا؟ يعني سي يساوي إم على في، يعني سي يساوي 8 على 0.1، على خاطر الفي هي 100 ملليلتر، بدلتها للتر، إذا 100 ملليلتر يساوي 0.1 لتر، باهي؟ إذا لهنا يعني
سي يساوي 80 جرام في اللتر، ب ده سي يساوي 80 جرام في اللتر.